السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبدع المصري محمد، والنهاردة عندنا أكتر من طريقة لتشغيل لعبة فورتنايت على الأجهزة الضعيفة بدون تهنيك بدون تعليق نهائيا كل الأجهزة بإذن الله. فياريت نركز وننفذ كل الطرق بالطريقة الصحيحة علشان نقدر نشغل اللعبة بسرعتها الكاملة. وأول حاجة هنعملها هي تخفيف الحمل عن كارت الشاشة عن طريق إننا نحذف التأثيرات البصرية الموجودة في الويندوز، تمام؟ ودوت بيكون عن طريق اللي احنا نذهب للكنترول بانل. طبعا ممكن تروح للكنترول بانل من خلال خاصية سيرش أو من خلال ستارت الموجودة في الويندوز، تمام؟ طبعا دلوقتي قائمة ستارت وخاصية سيرش بتختلف من ويندوز للتاني، المهم انك تبحث عن كنترول بانل وتفتحها. ومجرد ما تفتح كنترول بانل هنروح لأدفانسد سيستم سيتنجز، طبعا ممكن تبحث عنها هنا وتكتب اسم الامر، او ممكن حتى انك تروح لسيستم اند سيكيورتي، بعد كده تفتح سيستم، بعد كده تختار أدفانسد سيستم سيتنجز. ومجرد ما تفتح Advanced System Settings هتروح لخانة Advanced، من خانة Advanced هتضغط على كلمة Settings الموجودة في خانة Performance. اوكي، بمجرد ما تظهر لنا خانة Performance اتأكد انك في خانة Visual Effects. من خانة Visual Effects هنختار Adjust for Best Performance، وكده هتخلي الكمبيوتر يثبت الاعدادات البصرية او التأثيرات البصرية علشان يحسن من اداء الكمبيوتر واداء الالعاب. طيب هنضغط دلوقتي Apply، بعدين اوكي اوكي، وبكده نكون خلصنا اول حاجة. والحاجة التانية اللي هنعملها او الخطوة التانية اللي هنعملها، وهي اننا هنسمح للكمبيوتر انه يستهلك او يستخدم جميع مورداته بالكامل علشان يطلع لنا افضل اداء يقدر يعمله الكمبيوتر، تمام؟ والخطوة دي يا جماعة هتنفع وهتلاحظوا اداء وفرق كبير جدا، خاصة للناس اللي بتستخدم اللابتوبات، تمام؟ علشان الخطوة دي بتكون متفعلة عندهم على اساس انهم يوفروا في الطاقة علشان يعني البطارية ما تستهلكش بسرعة. ولكن احنا هنخلي دلوقتي الكمبيوتر يستهلك جميع مورداته بالكامل او يستخدمها بكامل قوتها، ومش هنقلق من حتة الطاقة. طبعا انصح جميع مستخدمي اللابتوب انهم لو كانوا بيلعبوا اي لعبة انصحهم انهم يشيلوا البطارية ويستعملوا الكيبل او كابل الطاقة الفيشة العادية يعني اثناء لعب الالعاب التقيلة، تمام؟ طيب دلوقتي هندخل على كنترول بانل، وبعد ما ندخل على كنترول بانل هنبحث عن كلمة باور اوبشنز، او برضو من خلال الكنترول بانل نفسها ممكن ندخل على هاردوير اند ساوند، وبعد كده برضو نختار باور اوبشنز. من باور اوبشنز هنختار هاي بيرفورمانس، تمام؟ طبعا عند معظم المستخدمين هتكون معمولة على بالانس، تمام؟ احنا هنختار هاي بيرفورمانس، تمام؟ وبكده هنخلي الكمبيوتر يستخدم قوته بالكامل علشان يقدر يشغل لنا الالعاب ويفتح لنا كل البرامج والتطبيقات باسرع سرعه ممكنه عنده. والطريقه الثالثه هي اننا نغير اعدادات كارت الشاشه ونخليها على وضع البيرفورمانس او وضع الاداء علشان نقدر نشغل اي لعبه بتحتوي على جوده عاليه، زي مثلا لعبه بلاي برو ايفوليوشن سكر 2018 او بيس 2018، او حتى لعبه فورتنايت باداء عالي وسرعه عاليه وفريمات عاليه، تمام؟ ولكن اولا محتاجين نعرف ايه نوع كارت الشاشه عندنا على الجهاز. طبعا لازم تكون منزل التعريفات الكاملة لكارت الشاشة الخاص بيك، علشان لو ما كنتش منزل التعريفات مش هتنفع الطريقة ديت معاك، تمام؟ علشان تعرف ايه نوع كارت الشاشة المتثبت على جهازك هتضغط كليك يمين، بعد كده هتضغط Display Settings، وبعد كده من Display Settings هتختار Display Adapter Properties. طبعا زي ما انتوا شايفين كارت الشاشة اللي عندي هو Nvidia GeForce GT710، تمام؟ هنضغط اوكي. اوكي، بعد ما عرفنا ايه نوع كارت الشاشه اللي عندي هندخل دلوقتي على كنترول بانل ونكتب نوع كارت الشاشه او نوع ماركه كارت الشاشه في علامه البحث هنا نيفيديا. طبعا زي ما انتم ملاحظين ظهر لي حاجه اسمها نيفيديا كنترول بانل، تمام؟ او لوحه تحكم نيفيديا. طبعا انت لو مثلا عندك كارت شاشه انتل هتكتب هنا انتل، ممكن تظهر لك برده هنا انتل كنترول بانل، تمام؟ لو عندك اي ام دي نفس الحكايه. ولكن لو ما ظهرتش عندك اي حاجه هنا لما تيجي تكتب نوع كارت الشاشه عندك، يبقى انت كده مش مثبت تعريفات كارت الشاشه. طبعا لا، كده الموضوع غلط، لازم تثبت تعريفات كارت الشاشه بالكامل. ممكن تبحث عن النت عن طريق تحديث كارت تحديث تعريفات كارت الشاشه، او ممكن تبحث عن النت عن طريق تحديث التعريفات بشكل عام. المهم هتضغط على نيفيديا كنترول بانل او حسب كارت الشاشه عندك، المهم تفتح الكنترول بانل بتاعت كارت الشاشه الخاص بيك. ومجرد ما تظهر كارت الشاشه الخاص بيك او اعدادات كارت الشاشه الخاص بيك هتروح لل 3D settings، وبرده من خلال كارت انتل هيكون في ايقونه كده مكتوب فيها 3D، هتدخل لل 3D settings، تمام؟ من 3D settings بالنسبه لمستخدمي كارت الشاشه نيفيديا هيختاروا الخيار الاخير دوت، تمام؟ وبعد كده هيسحبوا العلامه ديت او الشكل دوت وهيودوه لغايه performance، تمام؟ طبعا زي ما انتم شايفين لو خليتها على الكواليتي اللي هي الجوده
زي ما انتوا شايفين الصورة اللي في النص هنا ظاهرة ايه بشكل جميل كده، ولكن انا لو خليتها على برفورمانس الصورة اللي هنا يعني منظرها وحش سنة، ولكن في المقابل هتديك سرعة واداء عالي في الالعاب. تمام، طبعا هنضغط ابلاي. طبعا نفس الحكاية مع كارت انتل، هنخش على اعدادات 3D وبرده هنخليها على وضع البرفورمانس، وبرده نفس الحكاية مع كارت AMD هنخش على اعدادات 3D ونخليها على وضع البرفورمانس. طبعا نفس الحكاية برده مع اي كارت موجود معاك. تمام، طيب والخطوة اللي بعد كده هو اننا هنفهم الكمبيوتر ان احنا عايزين نشغل لعبة فورتنايت بقوتها الكاملة، فهنديله اولوية انه يشغل لعبة فورتنايت الاول ويركز كل طاقته على لعبة فورتنايت. تمام، ويكون دوت عن طريق اللي احنا نذهب للتاسك مانجر. طبعا ممكن تروح للتاسك مانجر عن طريق اللي انت تدوس على مفتاح Alt وCtrl وDelete اللي ظاهرين قدامكم على الشاشة دلوقتي في نفس الوقت. تمام، طبعا اول ما هندوس عليهم هتظهر لنا شاشة زرقاء، هنختار منها تاسك مانجر. اول ما هنفتح التاسك مانجر معانا هنروح للديتيلز، من ديتيلز هندور على لعبة فورتنايت. طبعا زي ما انتم شايفين اهي لعبة فورتنايت. طبعا علشان تميز لعبة فورتنايت من التطبيقات التانية اللي موجودة شبهها هتلاحظ هنا في خانة الميموري اللي هي مستهلكة جزء كبير جدا من الميموري. تمام، فاحنا علشان كده هنضغط كليك يمين على لعبة فورتنايت وهنختار set priority او وضع اولوية وهنختار هاي، وبعد كده هنختار change priority، وبكده هندفع الكمبيوتر انه شغل لنا لعبة فورتنايت بقوتها الكاملة ويركز كل طاقته على اللعبة. واخر طريقة معانا هي اننا هنقلل جودة لعبة فورتنايت شوية علشان خاطر ما تعملش ضغط على كارت الشاشة، وكمان تقدر اللعبة تشتغل معانا بسرعتها الكاملة وكمان يزيد معانا عدد الفريمات في الثانية. تمام، اوكي، طبعا هندخل على لعبة باتل رويال او فورتنايت باتل رويال. استنى عملية تحميل اللعبة. طبعا زي ما انتم ملاحظين ان دلوقتي بصور باستخدام الكاميرا دوت علشان خاطر تشوفوا معايا سرعة اللعبة بالكامل واحنا بنلعبها، علشان طبعا انا كنت الاول فاتح برنامج كامتازيا ستوديو بعمل بيه المونتاج، وبرده فاتح الفوتوشوب، وبرده فاتح برنامج كامتازيا ستوديو اللي بيصور الشاشة، وبرده فاتح المتصفح. فانا دلوقتي قفلت كل دوت علشان تشوفوا لعبة فورتنايت بسرعتها الكاملة دلوقتي. تمام، اوكي، طبعا هنروح على الماين مينيو، بعد كده هنروح لعلامه الترس ديت او علامه الاعدادات. اوكي، زي ما انتم شايفين هنا لازم نقلل جوده اللعبه على الاخر. تمام، طبعا لو انت مثلا جهازك امكانياته متوسطه ويقدر يشغل اللعبه بس اللعبه فيها بطء السنه ممكن تخلي الجوده على الميديوم. طبعا لو جهازك امكانياته ضعيفه جدا وعايز تخلي اللعبه تشتغل بسرعتها الكامله انصحك انك تخلي الكواليتي او الجوده على اللو. طبعا لو جهازك اضعف من كده واللعبه فيها بطء ممكن برده تقلل 3D ريزوليوشن وتخليها اقل من كده لو جهازك حاسس ان اللعبه برده لسه فيها بطء. اما لو ما كنتش فاهم هو جهازك قوي يقدر يشغلها ولا لا بجودتها الكامله، طب ايه اللي عايز يتنقص، طب ايه اللي عايز ممكن ازوده وكده، انصحك انك تخليها على الاوتو، كده هتخلي الكمبيوتر هو اللي يختار الاعدادات المناسبه لجهازك. تمام، خليها دلوقتي على الاوتو. تمام، طبعا زي ما انتم شايفين هو اختار لي كل حاجه على اللو. تمام، اوكي، ما علينا، هنضغط دلوقتي ابلاي وبعد كده نبدا نلعب اللعبه. اوكي، هضغط بلاي. طبعا انا عمري ما جربت اللعبه قبل كده، طبعا قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي احنا شرحنا فيه ازاي هنحمل اللعبه اللي انا ممكن بعد كده العبها معاكم، ولكن انا ما قدرتش من ساعتها اني العب اللعبه دوت، طبعا بسبب ان اللعبه كانت بطيئه جدا، انا ما كنتش قادر حتى افتح اللعبه، كانت بتقعد معايا اكتر من ربع ساعه تحمل وكان في مشاكل كتيره. لكن دلوقتي زي ما انتم شايفين اللعبه يعني اهي اتسرعت وبقت سرعتها اعلى من اللي فاتت بكتير، ودلوقتي هبدا العب معاكم شويه. طبعا لو رأيتوني نوب في اللعبه ومش عارف العب خالص انا كده كده اول مره افتحها، اول مره ابدا العب جيم. تمام، مفيش بس غير الفيديو اللي انا سجلت فيه دوت، كنت بس كده دخلت في اللعبه كده مش عارف اي حاجه علشان ايه يعني اوريكم اللي اللعبه شغاله. طيب ما علينا، نكمل. انا مش عارف اصلا ايه ده، هو ده منطاد؟ اوكي، طبعا زي ما انتم شايفين بسبب بطء النت وبطء جهازي فانا اصلا مش ظاهر في اللعبه، ولكن بعد شويه ممكن اظهر. تمام، هيا يا شباب واخيرا ظهرت في اللعبه. اوكي، كده بيحود، كده بيسرع. تمام، انزل فين؟ اوكي، زي ما انتم شايفين اللعبه اهي
احاول كده اضرب اي حاجه ولا اشوف كده حد رماني الطوبه ولا ايه يا جماعه. انا مش مالها وقت كده. ايه ده، ايه اللي حصل يا جماعه؟ طب انا هعيش تاني ولا ايه اللي هيحصل؟ اول ما نزلت مت يا جماعه. طبعا زي ما انتم ملاحظين دلوقتي، انا دلوقتي براقب اللعيبه وهي بتلعب. طبعا زي ما انتم شايفين اللعبه سريعه وما فيهاش اي حاجه. طبعا ممكن تكون الجوده قليله شويه ولكن ماشي، علشان خاطر اللعبه تشتغل معانا بالجوده السريعه. طبعا لو شايف ان جهازك ممكن يستحمل تعلي الجوده اكتر من كده عليها. طبعا يا جماعه زي ما انتم شفتوا انا ما كنتش عارف العب خالص. ده طبيعي لان انا اصلا ما فتحتش اللعبه دي خالص ولا شفت لها اي فيديوهات على النت، ف ما كنتش عارف بصراحه يعني اعمل اي حاجه ولا امشي فين ولا اجي ولا اروح فين يعني. فالمهم يعني ان اللعبه كانت زي ما انتم شايفين دلوقتي شغاله تمام وما فيهاش اي حاجه وشغاله بسرعه كويسه يعني. ف دلوقتي انت تقدر لو جهازك ضعيف برضو تقدر تشغل فورتنايت. طبعا يا جماعه لو ما قدرتوش تشغلوا فورتنايت بالرغم من كل اللي احنا عملناه دوت، ده طبعا بسبب نقص في امكانيات الجهاز. يعني انا حاليا جهازي يعني في الامكانيات اقل حاجه تقدر تشغل اللعبه، وكمان في البروسيسور مش حتى مكفي المواصفات المطلوبه لتشغيل اللعبه. فالمهم يعني بالشرح النهارده اللي احنا عملناه قدرت ان انا اشغل اللعبه والعب فعلا كويس، واول مره اجرب اللعبه واجرب المود بتاع اللعبه واعرف هي اللعبه فيها ايه وبتتكلم عن ايه وكده. ف هنا نكون وصلنا لغايه نهايه الفيديو. اتمنى انكم تكونوا استفدتم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان ما تفوتوش اي فيديو جديد انزله باذن الله، ويا ريت تدعمونا باللايك والشير. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.